كم استغرقت رحلتك من اندونيسيا الى جدة؟ نعم، الحمد لله، يعني استغرقت السفر من بداية إلى وصلت هذا جدة 7 أشهر ونصف. جميل، ما هي الصعوبات التي واجهتك محمد؟ الصعوبة يعني طبعا كثير من الجهات، هناك جهات من دراجة فسدت بعض المدى، بعض السبير بات في دراجة، وكذلك من جهة مثلا الجو، طبعا لكل بلد يعني خلاف الجو، هناك الحار وهناك شدة الحار كذلك. جميل. محمد، هنيئا لك على هذا الإنجاز، ولكن السؤال هنا، من أين استلهمت فكرة أنك تحج من أندونيسيا إلى مدينة جدة إلى مكة؟ من أين كان الاستلهام؟ ماذا؟ من أين أتت لك هذه الفكرة؟ من أين أتت لك هذه الفكرة؟ يعني فكرة، يعني الرحلة بدرجة هكذا؟ ماذا تقول؟ يعني فكرة الرحلة بدرجة هكذا؟ أيوة. نعم نعم، يعني حقيقة السنة الماضية أنا خططت الذهاب بمدى بدبابة، يعني بدبابة نارية، ولكن بعد تفكرت أن دبابة يعني أصعب من دراجة، لأن جميل. هناك مدى الصورة أو تزكية، يعني دبابة طبعا هناك صعوبة لدخول بعض البلاد.